سيد مازن غنايم أبو محمد رئيس بلدية تخنين، يعني نحن على أبواب انتهاء السنة الخامسة من توليك إدارة بلدية سخنين. أبو محمد، يعني لو أننا بدنا نجرد الإنجازات التي يعني أنجزتها أنت وإدارة بلدية سخنين بشكل سريع، أهم الإنجازات التي أنجزت في إدارة مازن غنايم خلال الخمس سنوات الماضية؟ والله إذا بدي أحكي لك عن الإنجازات غشت لي بشكل سريع، لأنه ساعتها بدنا أيام وليالي، وطبيعي حق أهل سخنين علينا، لأنه هذا البلد بيستاهل إنه الواحد يخدمه، لأنه مميز في أهله، في عاداته، في تقاليده، في حضارته. طبيعي يعني لو أجيت إلي أهم الإنجازات هو سلك التربية والتعليم، لأنه في البداية لما حطينا في رأس سلم الأولويات سلك التربية والتعليم هذا كان إيمان. اليوم يعني أنا بطلعش على بناء المؤسسات، بطلع بالأول على بناء الإنسان، إنه نسبة البيجروث ارتفعت من 43% إلى 65%، إن دل على شيء بدل إنه الحمد لله رب العالمين إحنا في الاتجاه الصح. حقنا الشرعي والطبيعي نكون أنانيين، برضو 65% ما بكفيش إدارة هاي البلدية، وبنطمح طبيعي مع مدراء المدارس والهيئة التدريسية البكين لإلن كل الاحترام والشكر إنه إن شاء الله دائما نكون في ارتفاع. إذا بدنا ناخذ إحنا بناء 42 روضة تكلفة 40 مليون شيكل، إذا إحنا بناخذ بناء المدرسة الثانوية في غرب البلد، مدرسة البيان الثانوية 43 وحدة تم افتتاحهن ولا؟ أنا بوعد إنه القسم الأكبر لحد 26/8 افتتاح السنة الدراسية القادمة راح يتم افتتاح القسم الأكبر، ولكن حتى نهاية عام 2013 إن شاء الله راح نسلم كامل البنايات. يعني إذا اليوم إحنا بنحكي في الماضي بنى 9 وحدات على مدار كل هاي السنين، وفي خلال 4.5 سنين بنينا 42 وحدة تكلفة 40 مليون شيكل، فبقول إنه الحمد لله رب العالمين قدرنا ندق على الباب المضبوط ونجند الأموال الملائمة. إذا بناخذ مدرسة البيان الثانوية في غرب البلد بتكلفة 20 مليون شيكل، في إن شاء الله في خلال يومين أو ثلاثة رح يتم وضع حجر الأساس لمدرسة الإعدادية الثالثة بالقرب من مدرسة المرحوم جمال طربي ومدرسة المتنبي. إذا بناخذ إحنا تكملة غرف الإدارة في مدرسة الغدير، معروف كان إنه كان في غرف بس غير جاهزة والحمد لله تم تجهيزها. إذا بناخذ استلامنا لمدرسة المتنبي، وهي فرصة أشكر الأخ محمد بشير رئيس بلدية سخنين السابق، لأنه هو اللي بادر وعمر هاي المدرسة. إذا بناخذ إحنا 10 مليون شيكل ترميمات في كل المدارس، وإحنا مستمرين إن شاء الله نحط الملايين في مدارسنا، لأنه مهم جدا إنه بناء الإنسان، ولكن مهم جدا نوفر للطالب الظروف الملائمة، الظروف التعليمية والتربوية الملائمة له. أبو محمد، يعني تحدثت عن قضية المؤسسات التربوية، يعني تم العمل فيها، تم إنجازها، استلمت قسم منها، تم افتتاح قسم منها، ولكن يعني هذا الأمر من ناحية واحدة إنه تابع للتربية والتعليم. لو أخذنا على قضية شارع 850 اللي يعني صلوا عن جد، يعني صلوا أكثر من سنتين ثلاث معمول فيه، والعمل فيه يعني وكأنه يعني بطيء للغاية. طلع تنساش إنه إحنا اليوم نتعامل في الشارع اللي طوله حوالي 3 كيلومتر، طبيعي ما أخذنا إحنا 43 مليون شيكل، أخذناه على مرحلتين. المرحلة الأولى كان 23 مليون شيكل، المرحلة الثانية أخذنا القسم الثاني. من جهة ثانية بلاش ننسى إنه في محلات تجارية، بلاش ننسى إنه في سكان، في خط الكهرباء، الخط العالي اللي اليوم موجود تحت الأرض بدل ما يكون موجود فوق الأرض. كل هاي الأمور عمليا بنظر نقول أخرت في استلام الشارع في وقت أبكر، ولكن متى المتوقع استلام؟ خلال 4 أشهر من اليوم إن شاء الله رح نسلم الشارع الرئيسي. ولكن أنا بدي أذكر أخي
خالد انه المرحله الاولى كانت في 96، فاذا الحمد لله في فتره 5 سنين فتره اداره مازن غنيم بدنا نخلص مرحله مهمه وانهاء الشارع الرئيسي اللي بيخدم ما يقارب 100,000 مواطن من سخنين والقرى والمدن المجاوره، فالحمد لله افكر انه هذا انجاز. اذا احنا بدنا نحكي اخي على الانجازات، بس انا بدي اذكر للاخوه المواطنين لانه احنا بنشوف الموجود فوق الارض ولكن من الصعب نشوف اللي تحت الارض. يعني اذا بناخذ خط تصريف المياه اللي ببلش من عند الاخ علي غالي وبنتي في قريب الجزائر بتكلفه 7 مليون شيكل، يعني احنا بنعرف في الماضي كانت بكل شتوي قسم من الحي الشرقي. هذا المشروع تم الانتهاء منه؟ طبيعي تم الانتهاء. طبيعي طبيعي طبيعي. يعني احنا اخي خالد بدي اعيد الاخوه المشاهدين بدي ارجعهم لورا لما كان يصير اي شتوي، عمليا قسم من الحي الشرقي الشمالي من البلد كان عمليا يغرق. مش بس يغرق، حتى كلمه يغرق كلمه لطيفه وانا بشكرك على تلطيف هاي الجمله. فالحمد لله رب العالمين هذا كان أذكر إنجاز. إذا بنأخذ المنطقة الصناعية وتوسيع 108 دونمات وإحنا بنشوف إنه بنشغل في هاي المنطقة بتكلفة 25 مليون شيكل، هذا إنجاز. جبل النفايات اللي انوجد من سنوات 93-94 وكان عمليا بقدر أقول لك مسبب لضرر صحي لقسم كبير من أهلنا، واليوم الحمد لله تقريبا تمت إزاحته، فهذا إنجاز. إذا اليوم بنحكي على الحي السكني اللي في قسم من أهلنا اليوم أخذوا قسائم الأرض وخلال فترة قصيرة لازم يعمروا ونحلت مشكلة 24 واحد، وإحنا في الطريق لحل مئات بل أكثر من شبابنا ونوقف الاستئجار والمشترى من كرمئيل ويسكنوا في بلد جنب أهل على أرض الأباء والأجداد، هذا إنجاز. إذا بنأخذ مركز جيل الطفولة بتكلفة 7 مليون شيكل بالقرب من كنيسة إخوتنا الروم الكاثوليك، هذا إنجاز. إذا بنأخذ البنية التحتية اللي كانت شبه معدومة في سخنين، اليوم الحمد لله رب العالمين في كل حي في كل محل هناك عبدنا عشرات الآلاف من الأمطار، إنه كل اليوم سائق سيارة بيمشي برياحة وبحس إنه سخنين اليوم مدينة بحق وحقيقة. طبيعي لما احنا بنحكي على هاي الانجازات في اشياء الاشياء الاساسيه اللي كان المواطن عمليا يتمناها في هاي البلد، وكانوا يقيموا نجاح الرئيس في 3 اشياء اخي خالد بس قبل فتره قصيره، النفايات المي والرواتب. مين بيحكي عنني اليوم؟ يعني انا بقول لك اخي خالد وبحكيها بمسؤوليه، احنا الحمد لله اليوم مش مديونين لا لاي موظف ولا لاي مربي ولا لاي مقاول ولا لأي صاحب مصلحة ولا لا ضريبة الدخل ولا التأمين ولا اليوم في حجزات على بلدية سخنين. إنما بدي أقول لك الإنجاز الأكبر، وكثير من إخوتنا المحاميين اللي من كن لإلنا الاحترام بيعرفوا إنه كان ما يقارب 468 ملف، اللي كثير كانوا يقولوا بدناش ندفع لك مصرياتك وإذا أنت اليوم بدكش تراعينا بدنا نأخذك على توحيد الملفات ما يسمى بالإحوت تكيم. هل اليوم في إحوت تكيم؟ فأنا قلت شبهت ملف توحيد الملفات سرطان في جسم بلدية سخنين، وإحنا بدناش يكون سرطان لا بلديتنا ولا بشوارعنا ولا بمؤسساتنا. فاليوم الحمد لله رب العالمين لما بتطلع أي مناقصة بنشوف عشرات من المقاولين من داخل سخنين ومن خارج سخنين بتهافتوا عشان يغضوا هاي المناقصات وينفذوها بالشكل الملائم وبغضوا مصريات في الوقت. أنا لو سألتني أخي خالد إنه وأنا طبيعي مفتوح قدام كل أهل سخنين بغض النظر عن انتمائنا الحزبي أو العائلي، في عنا كان برنامج انتخابي يقال بالشارع إذا أنت بدك تحكي على شيء بقول لك هي دعاية انتخابية، ولكن اليوم الدعاية الانتخابية صارت من ورانا وإحنا على أبواب مرحلة جديدة. فخذوا برنامج الانتخابي لمازن غنايم قبل 4 سنين أو تعتنقول قبل 5 سنوات من اليوم، نفذ منه 95%. لأول مرة في تاريخ سخنين رئيس وإدارته بيطرحوا برنامج وينفذ منه 95%. وأتحدى الشيء الوحيد اللي لحد اليوم عالق مع المجلس الإقليمي مسقاب هو مناطق النفوذ.
مازن غنائم ولا مرة كانت إيده خفيفة على الماضي، ومش رايحة تكون إيده خفيفة على ماضي وتنازل عن شبر واحد من أرض أبائنا وأجدادنا. لو مازن غنائم اليوم بده يسوي إنجاز يقول ضمينا 2000، كل الوقت اللي في عندنا مشكلتين، المنطقة الصناعية اللي رئيس المجلس الإقليمي مسقاف متعنت أن تكون تحت نفوذه وهذا مرفوض، والشغل الثاني بئر المي اللي في غرب البلد اللي بده نبعد من مركز البئر 274 متر، وهي الحالة جماعتنا وأهلنا من عائلة خلايلي بيخسروا ما يقارب 300 دولار. علشان هيك احنا انتخبونا عشان نحافظ على الحمد لله كرامة هاي البلد محفوظة، نحافظ على خيرها ونحافظ على ترابها ونحافظ على أرضها. لحد اليوم الحمد لله رب العالمين إدارة مازن غنايم حافظت على هذا الكنز اللي اسمه الروابط الاجتماعية، على وحدة هاي البلد، على النسيج الاجتماعي في هذا البلد. طبيعي في هون وفي هناك من ناحية إشكاليات معينة أو سوء تفاهم معين، ولكن الحمد لله رب العالمين لما بتدخلوا أهل الخير وأهل الخير كثر في هاي البلد المشكلة على المحل بتنحل. طبيعي هذا النسيج الاجتماعي ووحدة هاي البلد في إسلامها ومسيحيها هذا الآن الكنز الأكبر، هذا ورثناه من أبائنا ورثناه من أجدادنا، وإن شاء الله رب العالمين إحنا بنحافظ عليه ومنور، وهاي الأمانة بنعطيها لأولادنا ولأحفادنا. أبو محمد، بالنسبة لبناية البلدية الجديدة، يعني يدار حديث أن هناك إشكال ما بين إدارة بلدية سخنين والمتعهد السيد فوزي شحادي، وأن هناك يعني وكأنه الخلاف خلاف مالي وخلاف يعني صفقات مالية تحت الطاولة، هذا الخلاف الذي بينك وبين السيد شحادي المتعهد، ولذلك وبناء عليه اجبر على توقيف العمل ببلدية سخنين الجديدة، يعني كيف هو الأمر عندك؟ طلع لحد اليوم وبوعد الكل واقسمت من اليوم الاول مش راح يكون صفقات تحت الطاولة، كله راح يكون على الطاولة ومكشوف، وبلدية سخنين ابوابها مفتوحة، مكاتبها مفتوحة، وكل مواطن حقه الشرعي والطبيعي يجي يفحص اي ملف بده اياه في بلدية سخنين. مش سر انه في سوء تفاهم مع المقاول الاخ فوزي شحادي، انا بدي اقول انه بلدية سخنين معها اليوم مبنى البلدية مبلغ قدره 10 مليون شيكل. فجلسنا مع المقاول اكثر من جلسة، بديش افوت بالتفاصيل، بتمنى وبتأمل وبطلب من المقاول انه يرجع للعمل باسرع وقت ممكن، لانه احنا كنا لازم نسلم مبنى البلدية ب1/9/2012. فالاخ فوزي مع الاخ امين وعد على انه خلال 4 أشهر من اليوم نسلم مبنى بلدية سخنين. طبيعي دائما بين إدارة البلدية أو رئيس البلدية، مهندس البلدية، محامي البلدية، وأي مقاول ممكن يكون خلاف معين، بس الخلاف هو على المصلحة العامة ومش على الصفقات. مش مازن غنايم ولا إدارته اللي ممكن يسوي صفقات، مش مازن غنايم وإدارته اللي ممكن يفرطوا بأجورة واحدة من المال العام، لأنه هذا مال عام ومش مال خاص. إذا مازن غنايم بيكرم، بيكرم من جيبته، بيكرم من بيته، أما مش على حساب أهل سخنين. بالعكس، هاي الإدارة حافظت على كل أجورة من المال العام، لأنه هذا ملك ابنك وابني وابن كل واحد، هاي هذا المال عشان بناء المؤسسات، عشان التربية والتعليم، عشان البنية التحتية. يعني هناك وعد من المتعهد من الأخ فوزي شحادي أنه يباشر عمل بعد 4 أشهر؟ لا، هو باشر عمله. أقول لك أنه اليوم الأخ فوزي شحادي رجع باشر العمل في مبنى بلدية سخنين، وعد خلال 4 أشهر تسليم مبنى البلدية لإدارة البلدية. يعني بشكل نهائي. طبيعي، لأنه غالبية المشاكل اللي كانت الحمد لله بقدر أقول لك حلت. إحنا هدفنا طبيعي إيدينا ممدودة، ودائما كانت إيدينا وقلوبنا وأبواب مكاتبنا مفتوحة لحل أي إشكال، إن كان مع مقاول مبنى البلدية أو مع أي مقاول ثاني. ولكن الحمد لله اليوم رب العالمين، أذكر في سخنين في عنا عشرات المقاولين، سخنين ورشة عمل كبيرة، ما فيش عنا إشكال
ولا مع أي مقاول. الإشكاليات اللي كانت مع الأخ فوزي إن كان في مدرسة البيان حلت، وإن شاء الله في خلال الأربع أشهر القادمة راح نسلم مبنى البلدية، إذا إحنا بنأخذ أخي خالد الشارع الرئيسي زائد مبنى البلدية زائد ساحة البلدية زائد المدرخوف، واسمحوا لي الإخوة المشاهدين إنه بحكي مدرخوف يعني خصوصي لأنه الكل أهلنا بيعرفوا المدرخوف اللي بيبدأ من دوار مدرسة الحكمة الثانوية أو دوار مدرسة المرحوم جمال طرابيه غربا لحد دوار البلدية على طبيعي على الجنبين. بتكلفة المرحلة الأولى 8 مليون شيكل والمرحلة الثانية أخرى 7 مليون شيكل يعني يساوي 15 مليون شيكل. أفكر كل واحد مننا المفروض لازم يمشي. متى سيباشر العمل؟ خلال أسبوع على الأكثر. طبيعي المقاول غازي الأخ من كوكب، ولكن اتعاقد مع الإخوة أبناء عبد المجيد أبو صالح والأخ مراد الأخ عماد، وخلال أسبوع من اليوم رح يبدأ العمل. اللي أنا بدي أقوله كل إنسان من سخنين بيقدر يرفع راسه بشيئين، إنه هو ابن سخنين، ابن هذا البلد الطيب، هذا البلد المميز. والشيء الثاني إنه سخنين اليوم بحق وحقيقي مدينة، لأنه زمان كنا مدينة ما كانش عندنا مقومات مدينة، بس الحمد لله اليوم مع بناء المؤسسات والبنية التحتية وكل هاي الأمور بنقدر نقول إنه سخنين مدينة. وإحنا بنشوف يوم الجمعة والسبت آلاف اللي بزوروا هاي البلد بزوروا المحلات التجارية وبيشتروا وبنفعوا. أخي خالد أقول إنه سخنين مميزة بأشياء كثيرة، مميزة في أهلها المعطائين والكرام والحضريين، مميزة في يوم الأرض في تضحياتها النضالية، مميزة من ناحية رياضية وعلى رأسها كل الأفرع الرياضية واتحاد أبناء سخنين اللي جاب احترام كبير لهاي البلد، مميزة في كلياتها في شبابها في صباياها في المسنين اللي فيها في مؤسسات التربوية والتعليمية. فعلشان هيك ندائي لأهل هاي البلد الترفع عن الحزبية وعن العائلية، ويعرفوا انه وحدة سخنين والمصلحة العامة اغلى من مازن غنايم، اغلى من اي حزب واغلى من اي مرشح. ابو محمد السيد مازن غنايم رئيس بلدية سخنين، يعني قبل بال 2008 استلمتم إدارة بلدية سخنين بعد الانتخابات مباشرة، حقا استلمتم البلدية بعجز 154 مليون، واليوم بمثل هذا يعني بهذه اللحظة التي نتحدث فيها عجز بلدية سخنين 24 مليون. كيف تعاملت بلدية سخنين على تقليص هذا العجز الضخم خلال هذه المدة القصيرة؟ والله الفضل برجع للخالق عز وجل، يعني تسهيل الخالق عز وجل إعادة الثقة بين المواطن وبين الإدارة. يعني إذا إحنا بنأخذ قد كانت نسبة الجباي في 2006 7 8 وقد كانت نسبة الجباي في 2009 10 11 12 من 34% ل 81%، إن دل على شيء بدل على إعادة الثقة بين المواطن وبين الإدارة. لأنه المواطن الحمد لله المواطن السخنيني مواطن ذكي اللي بيشوف وين مصرياته راحوا، فهذا كان سبب. اليوم خطة الإشفاق اللي كثير بقوله بسبب خطة الإشفاق، عشان أنت اليوم تقدر تنجح في خطة الإشفاق المفروض أنك أنت تنفذ كل بنودة. يعني كنا لازم نجبي إحنا 33 مليون شيكل، هذا واحد من أسباب خطة الإشفاق. أنا بدي أذكر حتى من ضمن خطة الإشفاء كان فصل 14 عامل، بس إحنا لا ضميرنا ولا 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 إشي سمح لنا إنه نفصل حتى عامل موظف واحد. فاليوم الحمد لله ضبط الأمور بالشكل المناسب، التوجه للمكاتب الحكومية وللعنوان الصح وجلب عشرات الملايين هو كان السبب المباشر، بالإضافة لزي ما أنا ذكرت في بداية حديثي إعادة ثقة بين أهلنا وبين الإدارة كان السبب في تقليص هذا العجز ل 24 مليون شيكل. وأنا بدي أقول لك أخي خالد، إذا إن شاء الله أهل بلدنا اللي منحبن ومنحترمن من كل الإحترام منحونا الثقة لفترة ثانية،
خلال سنتين من اليوم راح يكون بديش اقول رصيد لان في البنك، لانه كل رئيس ناجح ممنوع يسوي ما يسمى بكام في البنك. احنا كل المبلغ راح يستغل في المدرسة، في المؤسسة، في البنك التحتية، في الشارع، وفي الاشياء الرفاهية، في الاشياء الترفيهية. احنا اليوم بقدر اقول لك قطعنا شوط طويل، وانا بدي اوعد انه المرحلة القادمة راح تكون اشياء ترفيهية، اشياء اللي شبابنا بعد في ساعات الفراغ يلاقوا المكان المناسب لإلهم، بناء ملاعب. يعني احنا يعني اذا انا بدي اذكر اسا اخي خالد انه بدأ العمل في ملعب التمارين غرب ملعب الديش الاصطناعي، تقدر انت تروح تشوفه بتكلفة 4 مليون شيكل. في الحي الغربي طبيعي بناء قاعة رياضية ب 5 مليون شيكل. في بالقرب من مدرسة المرحوم جمال طرابي خلال اشهر راح نبلش بقاعة رياضية بتكلفة 4 مليون شيكل. فبرضه هنا نركز على الاشياء الترفيهية لشبابنا، نركز على الرياضة، على الاشياء التربوية، على بناء مركز جماهيري لشبابنا. انا بعترف انه العجز الكبير اللي كان والمشاكل اللي كانت عمليا رحنا اكثر على الاشياء الملحة لهي البلد، عشان ما نسمحش اليوم لأي دائرة حكومية تدق على باب بلدية سخنين وتقول انتم مديونين لإلنا بهالقد مصاري تعالوا ادفعوا دينكو. فبقدر هقول لك اخي سر نجاحنا اعادة الثقة بين المواطن وبين الادارة. ابو محمد رئيس بلدية سخنين سيد مازن غنايم، يعني يتردد انه يعني بال2008 بانتخابات بلدية سخنين 2008 السبب الوحيد الذي يعني نجحك وفزت بإدارة بلدية سخنين هي وعودك الكثيرة أو الوعودات الكثيرة التي وعدت بها الناس والمواطنين في بلدية سخنين. يعني حسب رأيك أبو محمد، هل هذا هو الموضوع أو السبب الذي أدى بك لأن تكون رئيس بلدية سخنين؟ والله أنت ابن هاي البلد وكلياتنا أولاد هاي البلد. سخنين معروفة في عطائها وبتعطي بتقدر بتكرم أبنائها وبتعطي للي بيعطي لبلده. أنا كان إلي مقولة اللي راح تظل قدام عيني ما حييت، وراح أورثها لأبنائي ولأحفادي إن شاء الله، إنه دائما اسأل حالك شو بدك تعطي لبلدك. مازن غنايم واجبه أقل إشي إنه يضحي ويعطي لبلده، علشان هيك مازن غنايم فاز في انتخابات 2008. إذا طبيعي بسمع سؤالك دائما بسمعه. مازن غنايم وإدارته حطوا الإنسان المناسب في المكان المناسب. بس إذا بيجي أي مواطن وبقول أنا عندي ابن أو عندي بنت بدي أوظفها، طبيعي تقول له إن شاء الله إذا بصير محل تكرم. إذا هذا يسمى وعد ليكن. تعتقد تقول إنه مازن غنايم وعد 10 20 30 وعد 30 واحد، أوفى مع 15 خل مع 15. هل شغل مازن غنايم ونجاحه في إدارة بلدية سخنين بيغفر لمازن غنايم أو بيغفرش لمازن غنايم؟ هل المصلحة الشخصية فوق المصلحة العامة ولا لا؟ هل اليوم بناء المدارس وارتفاع نسبة البيجروت ل 65% وعندنا مدينة اللي بنتباهى ونقول انه عندنا مدينة، هذا بيغفر لمازن غنايم او بيغفرش لمازن غنايم؟ علشان هيك انا بدي اقول لك انه الحمد لله رب العالمين، سخنين في ايدي امينة، المواطن السخنيني ذكي بما فيه الكفاية ودائما راح يحط المصلحة العامة فوق المصلحة الشخصية. فسخنين مش حي الله بلد، سخنين بلد مميز في اهله، في اسمه، في 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 تضحياته. علشان هيك اليوم كل انسان بده يقعد على كرسي بلدية سخنين لازم امن في شيئين. الشيء الاول انه كيف بده يضل خادم امين لهي البلد، والشيء الثاني كيف بده يحافظ على اهله وعلى اسم هاي المدينة. أبو محمد، ولكن يعني برضو إنه بسمع بالشارع السخنيني إنه يعني دعيتك أو شغلك من هاي اللحظة حتى 22 10 يعني
عمال انت وكانه بتراضي يعني يعني بتروح عند الناس او بتروحي بتراضي اللي زعلان منك. يعني يعني هاي دعايتك الانتخابيه اسا انه كل انسان او كل انا عارف شخص مواطن من سخنين زعل منك خلال هاي الاربع سنين انت عمال بتروح بترضيه بشكل او باخر. طلع مازن غنايم له الشرف انه بفوت على 6500 بيت في سخنين بغض النظر عن انتمائهم الحزبي او العائلي. ولا باب سكر اتسكر في وجه مازن غنايم. مازن غنايم من جيل 16 او اقل لحد اليوم معروف في محبته لكل الناس، معروف انه مازن غنايم دائما كان بيته مفتوح وقلبه مفتوح للصغير والكبير. انا ابن هاي البلد، فابن البلد مجبور يتواجد في كل مكان في كل بيت في كل حارة. علشان هيك كل واحد بيقول انه مازن غنايم اليوم داير يراضي الناس الزعلانين، فيش حدا زعلان من سخنين. سخنين اكبر، اهل سخنين اكبر بكثير من انه يزعلوا على اشياء صغيرة زي وظيفة او زي شارع او اشياء صغيرة. هاي البلد المعروفة في عطائها في انتمائها ونموذج طيب للمجتمع العربي في هاي البلاد. ما افكرش ممكن يجوا ويحاسبوا مازن غنايم على الاشياء الصغيرة. فعلشان هيك مازن غنايم بفوت على كل بيت، لانه كل بيت في هاي البلد بيعتبره بيته، كل اخو بيعتبره اخوه، كل اخت بيعتبره اخته، وكل انسان مسن بيعتبره والده. طيب سيد مازن غنايم رئيس بلدية سخنين، هل حقا إذا حلفك الحظ وفزت في إدارة بلدية سخنين لمرة ثانية ستكون الأخيرة؟ أنا قلت مازن غنايم معروف إذا بلتزم بوفي في التزامه. إدارة بلدية سخنين أو هاي الكرسي اللي هي تكليف وليس تشريف هي رسالة. مازن غنايم اليوم بطلب دعم وثقة أهلنا للمرة الثانية عشان هاي الرسالة يكمل فيها، عشان مئات الملايين اللي جابها نحافظ عليها، وعشان مئات الملايين اللي بدنا نجيبها نستغلها لتطوير هاي البلد. مازن غنايم مش رامبو ولا مع عصا سحري، ولكن مازن غنايم اليوم وإدارته مهم جدا. برضو أذكر انه كل الاخوة اللي اشتغلوا معي في الادارة بكن لقلين كل الاحترام، وكانوا شركين وتعبوا بالضبط زي مازن غنايم، هم شركين في هذا الانجاز. مازن غنايم اليوم قادر كيف جاب مئات الملايين يجيب اخرى مئات الملايين. فانا برضو بعد 5 سنين من اليوم اذا ان شاء الله الله سبحانه وتعالى اعطاني الفوز واهل بلدنا اعطوني ثقة الغالية اللي دائما راح اثمنها عاليا، بعد 5 سنين هاي الأمانة رح نسلمها لشاب من شباب هذا البلد، بس رح أسلمها أمانة كاملة بدون عجز بدون لا سمح الله أي خلل من مؤسسات هاي البلد. وكل واحد إن شاء الله بده يسلم هاي الأمانة من مازن غنايم وإدارته، رح بس أحلفه أنه يحافظ على هاي الأمانة الغالية. أبو محمد، هل ترى بمرشح الجبهة دكتور صفوت أبو ريا ندا قويا لك؟ طبعا أنا بحترم الصغير والكبير في هاي البلد. أنا طبيعي هذا شأن الجبهة، فعلشان هيك اختياري هني حرين فيه، وبديش أنا أفوت في هاي التفاصيل. ولكن مازن غنايم معروف انه بكن الاحترام للصغير وللكبير في هاي البلد. ابو محمد مازن غنايم رئيس بلدية سخنين، في احدى الجلسات العادية لبلدية سخنين التي عقدت بحضور المعارضة في سخنين، يعني صرحت بشكل غاضب انه يعني كلام فيه يعني قلت وكانه يعني انه لو بنزل الله سبحانه وتعالى انه انا رئيس بلديه سخنين المره القادمه. الامر الذي دفعك لان تقول هذه الكلمه
وهل يعني متندم عليها انت هاي الكلمه بعد هاي اللي بعد الجلسه اللي قلت فيها هذا الكلام؟ طلع انا طبيعي كنت بتمنى من حزب اللي بيحترم حاله يكون عنده مصداقيه يعني، بس انا بشكر انه حطوا صورتي في داخل المسجد، فصورتي في داخل المسجد ان دل على شيء بدل انه انا انسان مؤمن والحمد لله بصلي وبزكي. في الجلسة الغير عادية اللي كانت في بلدية سخنين، طبيعي محضر الجلسة مسجل في مكاتب وزارة الداخلية، وكثير من الأهل بيقدروا يطلعوا على التسجيل اللي كان، ولكن إنه الحزب بيحترم حاله يأخذ هاي المقولة ويحرفها لأشياء اللي ما انقلتش مؤسف جدا. مزبوط قلت جملة اللي ممنوع كنت هقولها، وأنا اعتذرت عبر الصحف، ولكن كل إنسان اليوم معرض للخطأ، وغير الخطاؤون طوابون، ولكن إنه إحنا نعمل من زلة اللسان هاي وكأنه مازن غنايم عمليا ما علم الإشي في سخنين، ونترتح في زلة اللسان هاي ونحرفها لأشياء أسوأ من اللي قاله. فمازن غنايم معروف إنه ابن حج، إنسان مؤمن اللي بيصلي وبيزكي وإيمانه في الخالق عز وجل كبير، وبناشد الناس اللي بيحاولوا يستغلوها هاي لدعاية انتخابية بقول لهم عيب وبلقش. أبو محمد، متى ستفتتح المعركة الانتخابية بشكل رسمي؟ طلع طبيعي احنا مقبلين على شهر فضيل، شهر رمضان اللي ان شاء الله بيجي والكل في كامل الصحة والعافية، ومستقبل هذا الشهر في فرح وسرور، لأنه هذا شهر مبارك، شهر الإيمان، شهر التوبة. فإن شاء الله خلي أهلنا يصوموا، إن شاء الله أنه صيام بيكون مقبول، وبعدية بيجي عيد الفطر، أنه إن شاء الله الكل بعيد وفي كامل الصحة. فإن شاء الله بعد العيد رح نفتتح المنافسة، أنا مش بسميهاش معركة، في غيري سماها معركة، وكأنه لا سمح الله إحنا في ساحة قتال، إحنا أولاد البلد الواحد. هاي منافسة شريفة راح تكون، وأنا بوعد الكل راح تكون منافسة شريفة، ولكن راح إن شاء الله نبدأ هاي المنافسة بعد أو ثالث أو رابع أيام عيد الفطر السعيد. أبو محمد، رئيس بلدية سخنين، شكرا لك. شكرا لك.